النادي الاهلي. عماد متعب، لمسه روعه ومفيش اوف سايد، مفيش اوف سايد، وكره خطيره. يلا مين يكمل؟ اهو وليد سليمان، الله عليك، الله الاعصر الفنان وليد سليمان يسجل اول الاهداف وبرجله اليمين. شوف جمال الهدف وروعه الهدف وميزه وتميز الهدف انه بالقدم اليمنى للاعصر الفنان وليد سليمان. الهجمة من بدايتها كانت خطيرة، عماد متعب لمسة سحرية من العمدة يصنع الهجمة بشكل رائع، تترد الكرة. خلينا نشوف اهو، ادي عماد، فيش تسلل ولا اي شيء. عبد الله السعيد لعب الكرة في المرمى، هي كانت رايحة في المرمى، ينقذها الدفاع، تترد، والكرة الثانية الروعة من وليد يسجل اول اهداف النادي الاهلي في هذه المباراة. وكان مهم ان الاهلي يسجل قبل ما ينتهي الشوط الاول، قبل ما تتعقد المباراة. وليد يستلم وبرجله اليمين فورا فورا